عشان كده استكمالا برضو كلام نهوان، نهوان ده احنا فعلا محتاجين في فتره التوقف ان احنا نجهز كل العناصر في الفريق بدنيا وفنيا عشان يقدر كابتن بيسو موسيماني ان هو يعمل عمليه الروتيشن، لان وارد جدا صحيح زي ما بيتقال ان اللعيبه الدوليين بصفه خاصه يصابوا باجهاد ويكون عندهم عدم قدره على تلاحم المباريات ما بين المنتخب وما بين النادي الاهلي، فبالتالي المطلوب ان احنا نجهز كل اللعيبه. واحنا قلنا قبل كده الاهلي الموسم ده بصفه خاصه الاساسي والاحتياطي فيه واحد، ما رحناش بعيد، نفس المستوى، لعيبه على اعلى مستوى ودايما على قدر المسؤوليه سواء تجاه فريقهم او تجاه المنتخب المصري. عشان كده احنا محتاجين كمان نرفع الحمل البدني لكل اللعيبه خصوصا اللعيبه الدوليه عشان يقدروا على الاستمراريه طوال الموسم الشاق جدا اللي ابتدى ده. احنا بنتكلم عن منافسات الاهلي محليه وقاريه وبعد كده منتخب في كاس العرب ثم امم افريقيا ثم المباراه الفاصله للتاهل للمونديال، يعني عايزين لعيبه من حديد، وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق لكل اللعيبه الدوليه والنجاح ان شاء الله مع منتخبنا باذن الرحمن. الملفت بس للنظر شويه اللي برضو كان الناس بتتكلم عليه وتحديدا برضو موسيماني يا كريم قبل ما ننتقل يعني لملف اخر واحنا ما زلنا في الاهلي، كان بيقول ان يعني دايما بعد اي ماتش قوي زي طبعا اخرنا كان الزمالك وفوز كمان بسكور يعني لحد كبير كويس جدا، بيكون الماتش اللي بعد كده مقلق او ما بيحصلش فيه فوز، لكن اللي حصل مع المقاولون بعد ماتش الزمالك طبعا كان مهم جدا واللي فوزنا فيه برده فرحنا كلنا، ده كان شيء غير متوقع الى حد ما، يعني ده الكلام اللي موسيماني كان بيتكلم بيه وقال لك برده ان احنا تم يعني كان في استحواذ، كان في لعب كويس، ضيعنا بعض الفرص برده ولكن كان في استحواذ وكان في لعب جيد جدا، وهو شايف ان الاداء برده الى حد كبير كان مرضي، فدي كانت نقاط مهمه برده ان احنا نتناقش فيها، هنتكلم برده طبعا مع كابتن ماهر في الفقره بشكل أكيد اكثر تفصيلا أكيد. لكن انا حبيت اروح برده كابتن عماد النحاس طبعا المدير الفني للمقاولون، وهو قال بعض الحاجات كده اللي لفتت نظري حبيت بس ايه اكتبها برده نتناقش فيها. يعني هو طبعا قال بدايه مبروك للاهلي وشكر اللعيبه بتوعه وقال ان احنا قدمنا مباراه كبيره جدا، دي نقطه كويسه. اتكلم بقى على الصعيد الثاني، قال لك انا عندي الاهلي كان بيلعب فول تيم واللعيبه عنده كبار جدا، لكن برده بالامكانيات المتاحه عندي وعند الفريق بتاعي انا قدرت اقدم برده اداء كويس، كنا بندافع في البدايه بس احنا كان عندنا حاجه مجهزينها بعد هذا الدفاع. طبعا احنا شفنا اداء المقاولين لحد كبير وكان متوقع ان هو داخل الى حد كبير بيدافع، ولكن هو كان بيتكلم ان وراء هذا الدفاع احنا كنا عارفين هنعمل ايه بعد كده، يعني لان اكيد كان هيبقى في خطه هجوميه بعد كده يعني هو شايلها. ده كان الكلام، وكان بيتكلم ان ما فيش حاجه، كان احد الصحفيين برده كان بيقول له حضرتك كنت خايف، كنتوا خايفين في البدايه، قال لك مفيش حاجه اسمها خوف في الكوره، يعني مباراه فيها تفاصيل كانت كتيره ولكن الاهلي كسب بالتفاصيل الصغيره. فده كان التصريح او ده كان بعض الكلام اللي قاله او التصريحات اللي قالها كابتن عماد النحاس، وعلى فكره كابتن عماد النحاس من المدربين المحترمين جدا طبعا حقيقي برضو طبعا. يعني فعلا برضو تصريحاته معظمها بتكون يعني ليها صله كبيره وموضوعيه بالواقع طبعا. يعني هو ما بيطلعش يقول احنا اتظلمنا، ما بيطلعش يقول مثلا او بيحاول ان هو يشوه من صوره يعني الفريق الاخر، دايما بيتكلم بموضوعيه حقيقي. ف وهو طبعا اسم كبير برضو كابتن عماد النحاس، على كل حال هارد لاك للمقاولون العرب ولكن اكيد جود لاك ان شاء الله كمان فيما هو قادم للاهلي، ده اللي احنا منتظرينه دايما يعني.